يقول في بعض البلاد يمنع أذان الفجر لأنه يزعج السياح، يقول هل يقاتل من أمر بذلك؟ ما شاء الله، يزعج السياح، عند الدور رضا السياح ولا رضا الله سبحانه وتعالى؟ فالواجب على المسلم أن يظهر دينه، ولا سيما إذا كان البلد له، ما يناظر للسياح، يناظر للدين. هذا كلام خطير، هذا فعل خطير. نعم.